السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. بنكمل مع بعض ال Web Scraping Using Selenium، وكنا بدأنا في المرة اللي فاتت خدنا مثال عملي على ويب سايت جوميا، وجاست بس تعرفنا ازاي نحن نعمل initialization لدرايفر في السيلينيوم، واتكلمنا عن الاوبشنز واتكلمنا عن البريفرنسز وازاي نحن حاولنا ان احنا نتحكم فيهم ونبدأ نعمل initialization لدرايفر. النهارده بقى بنكمل مع بعض ونبدا بقى فكره السكرابنج نفسها بقى بسلم. عملنا انشلايزيشن، قاعدين بقى نسكراب شويه داتا. لو خدنا مثال عملي على ويب سايت جوميا، فاحنا عندنا ان ويب سايت جوميا مثلا لو دخلنا على احنا الفكره بتاعتنا قاعدين ندخل على كاتيجوري معين نلم البرودكتس بتاعته. طيب دلوقتي انا عندي ده مثلا القسم بتاع الفون والتابلتس، ده مثلا قسم الالكترونكس. دول مثالين عمليين ليه تو يو ار الز. لو خدت بالي من اليو ار ال ده بتاع الفون والتابلتس والالكترونكس، هلاحظ بس ان الفرق ان الجزء ده ثابت ماشي، والجزء ده بس هو المتغير الكترونكس او فون تابلتس. يبقى ببساطه جدا الاستراكشر او اليو ار ال سكيما بتاعت جوميا ان هو هيحط البيز يو ار ال اللي احنا لو فاكرين كنا حطيناه في الكونفج سلاش، ويروح حاطط اسم الايه السلاج. احنا ده بنسميه سلاج، السلاج بتاع مين؟ بتاع الكاتيجوري. فانا هبدا هنا جميل جدا، بعد ما عملت انيشاليزيشن الدرايفر خلينا نبدا ايه نرن الدنيا تاني. اوكي، وهعمل انيشاليزيشن الدرايفر، بس المره دي هروح لما اعمل جيت، هعمل جيت لمين؟ للجوميا بيز يو ار ال. ماشي، او ظهر معايا البراوزر بدا، وراح اقول له سمحت ايه هعمل رن للجوميا بيز يو ار ال. طيب وهنلاقي ان صفحه جوميا اتلودت. بص بقى، دي واحده من مشاكل الشنيعه في ايه في الويب سكرابنج. بص، لما بيروح هو عامل في الديزاين، يعني ده اعلان. اوكي، شايفين الاعلان ده؟ الاعلان ده ببساطه جدا، ده الاليمنت ده واخد اندكس يعني فوق كل الاليمنتس التانيه. فلو انا جيت دلوقتي بالسيلينيوم وطلبت منه مثلا يختار الاليمنت ده مثلا، يعني انا بشاور عليه بالماوس او اليمنت اللوجو اي اليمنت، يعني مش هيعرف يوصل له. ليه؟ لان في اليمنت عامله اوفرلاي او يعني طبقه فوق كل الطبقات التانيه. فلازم نتخلص من القصه دي. الواضح جدا ان انت عشان تتخلص من الاليمنت ده، يعني كيوزر عادي انت لو فتحت الويب سايت طلع لك الاعلان ده وعايز تتخلص منه، بتعمل ايه؟ بتروح دايس على اكس، صح؟ فاحنا عايزين نقول لسيلينيوم لو سمحت دوسنا على اكس. وده بقى اول درس معانا. ببساطه جدا احنا عايزين نقول ايه؟ احنا عايزين نقول يا سيلينيوم سيلكت اول حاجه الاكس دي وبعدين كليك عليها. شايفين السيناريو؟ كان انا يوزر بيشتغل، بس المره دي الكومنتس هتتاخد من خلال مين؟ من خلال السيلينيوم، والكود هو اللي هيقوله. طيب ازاي اعرف الاليمنت ده؟ ببساطه جدا هاجي على الاكس دي وبزر الفار اليمين ماشي، وهختار inspect element. inspect element دي تول موجود شبهها برضو في الكروم ماشي، ودي هتكون صديقتك الصدوقة طول ما انت شغال. احنا عايزين نلاقي ال CS selector اللي يحدد لنا ال X دي بالظبط. فدي حاجة بقى بالسنس يعني. يبقى تاني، انا عملت بتر الفار يمين inspect element وطلع لي ان هو ال I ده هو ال element في ال HTML اللي بيعبر عن علامة ال X دي. فانا هعمل ايه؟ بصيت لها موجود لها كلاس، واخده ثلاثة كلاسز من دول. ده مثلا كلاس اسمه كلوز بوب اب بالداش دي ماشي. انا حاسس ان الديفلوبر حاططها مميزه للايه الاكس دي. فانا هعمل ايه؟ انا هاخدها كوبي واجي هنا اعمل كنترول اف، وانا واقف على جوه الاتش تي ام ال ده اعمل كنترول اف، هيقول لي سيرش ان اتش تي ام ال. هروح حاطط الكلوز بوب اب دي واشوفها موجوده فين ماشي. ده كده ايه ده
سي داتا، هي موجوده هنا في السي داتا دي في الستايل سي اس اس، مش مشكله. انا قصدي ايه؟ ان هي ما تكونش يعني ما فيش كلاس تاني واخد نفس الكلود بوب اب دي. لو ما فيش كلاس تاني واخد كلود بوب اب دي، يبقى ده ايه؟ مميز لل HTML، وده اللي انا ايه توصلت له. خلاص خليك فاكر مين، هاخدها كده. ولازم بص يا جماعه، ده مهم جدا في السيلينيوم، لما تشغل الانسبكت اليمنت دي جميل جدا عشان تحصل على اليمنت سيلكتور، لازم بقى ما تطلع تقفلها. لو سبتها فاتحه وجيت تشغل هناك في السيلينيوم ممكن يعمل لك ايه مشكله. طيب خلاص انا قفلت الانسبكت اليمنت دي ورحت تاني. طيب خليها فاتحه، جميل جدا. قبل ما انسى كده هعمل بس هاش كده، وسايب معايا الايه الكلاس نيم بتاع الاليمنت بتاعي. احنا قلنا السيناريو مكون من خطوتين، الخطوه الاولى هات يا ابني الاليمنت، خطوه تانيه دوس عليه. طيب نجيب الاليمنت ازاي؟ بص هروح اقول له مثلا كلوز، انا هسمي بوب اب ماشي ايكوال درايفر دوت. وبص بقى هنا هنيجي ازاي نختار اليمنت جوه السي اس سيلكتور. السيلينيوم بتديلك في الدوكيومنتيشن بتاعته حاجه اسمها يعني تحت شابتر اسمه لوكيتنج اليمنتس. في اللوكيتنج اليمنتس بيقول لك ان انت ممكن تمسك اليمنت تقدر تشاور عليه عن طريق واحده من الحاجات دي. لو انت عندك الاليمنت ده وحيد فبتقول فايند اليمنت باي اي دي، ممكن تجيبه بالاي دي او بالنيم او بالاكس باس. الاكس باس دي حاجه كده في الايه ممكن تلاقيها، بس يعني انا ما بحبش استخدمها كتير. ممكن تجيبها بالتاج نيم، ممكن تجيبها بالكلاس نيم، وده اللي احنا عايزينه دلوقتي، او بالسي اس سيلكتور وده برضه هنستخدمه كتير. او ممكن اقول لك ان انت ممكن لو هما اكتر من اليمنت تجيبهم مين؟ نفس اللي فوق ده، بس الفرق ايه؟ ان دي اليمنت، دي اليمنت سنجل يعني، ودي ايه؟ بلورال ايه؟ اليمنتس. هتلاقي دايما ايه كده، نفس دول هما دول نفس ايه؟ اليمنتس ماشي؟ اوكي؟ فهو بيقول لك ممكن عادي تقول فايند اليمنت باي اي دي وتروح تديه الاي دي مثلا، يعني بيقول لك لو ده اتش تي ام ال اهو مثلا وعندي الفورم دي الاي دي بتاعها لوجن فورم، هيعمل ايه؟ هقول له فايند اليمنت باي اي دي لوجن فورم، هو هيروح يشوف ايه الحاجه الاي دي بتاعها بلوجن فورم ويمسكها لك كده، مسك لك الايه؟ مسك لك الفورم ماشي؟ يقول لك مثلا باي نيم مثلا، ان هو ادي عندي اتش تي ام ال اهو اكزامبل، والانبوت نيم ده مثلا يوزر نيم وده النيم باسورد. فانا اقول له مثلا ايه عايز امسك الايه الانبوت ده، فاقول له فايند اليمنت باي نيم يوزر نيم او باي نيم باسورد، فمسك الباسورد وهكذا. تعال نرجع بقى للاكزامبل بتاعنا. انا هقول له فايند اليمنت باي سي اس سيلكتور، جميل جدا. ايه سي اس سيلكتور؟ ان هو دوت الكلوز بوب اب بتاعتنا، حلو ماشي. واروح اعمل ايه؟ عامل كده، تعال اطبع الكلوز بوب اب دي اشوف جواها ايه. فقال لي ده سيلينيوم اليمنت ويب اليمنت، ده يبقى انا عرفت امسك الايه الاليمنت. تعال نتخيل كده يا جماعه انه الشاشه دي ما اتعرضتش، شايفين البوب اب دي ما اتعرضتش عادي، انت ممكن لو عملت ريفريش ما تلاقيها مش موجوده، يعني هي بتتعرض راندوم، فممكن ما تتعرضش. فلما اجي امسك الاليمنت وهو مش موجود، يعني تخيل دلوقتي بس ان انا ايه هغير اسم الاليمنت وكانه اليمنت مش موجود في الصفحه، اوكي كده ماشي. واعمل ده كده هيروح يديني ايه؟ هو مش هيرجع نل، لا ده هيرجع انيبل تو لوكيت ايه اليمنت. طب نعمل ايه في القصه دي؟ والله يا اما تستخدم تراي واكسبت، ودي هتتعبك شويه كل ما تيجي تمسك اليمنت تعمل تراي واكسبت عشان ايه السيلينيوم ما يعملكش الايرور ده، لان انت مش عارف هل الاليمنت ده موجود ولا لا. او ممكن حيلة بسيطة جدا انك تستخدم ايه؟ تستخدم اللي هي البرولر دي find elements. ليه؟ find elements لو ملقيش ما بيعملش error، بيرجع لك بس array فاضية. يعني find element دي بيرجع لك array of كل ال elements اللي انت بالمواصفات اللي مديهولها، لو مش موجود بيرجع array فاضية وده افضل. فانا هقول ايه؟ هغير بس ده واقول find elements، بس هزود حرف الاس ماشي؟ وهقول اف لين، ما كلوز بوب اب دي بقى هتبقى ايه؟ اري صح؟ اف لين كلوز بوب اب اكبر من زيرو، لو فيها يعني اللينس بتاعتها اكبر من زيرو في اليمنتس جايه خلاص، يبقى امسك مين؟ هعمل مثلا برنت
لكلود بوب اب اوف زيرو. انا عارف ان هو اصلا اول واحد بس اللي هيجيبه. تعالى كده بالفعل ايه؟ طب حولي. طب افرض بقى غيرت هنا، كتبت اي حاجه هنا، ده كده مش موجود، ده اللي مش موجود، وجيت اعمل كده مش هيطبع حاجه، لانه هيرجع كلوز بوب اب دي ايه فاضيه اصلا، فده كويس. طيب يبقى انا كده عرفت امسك مين الكلوز بوب اب، الايه العلامه دي، علامه الاكس دي عرفت امسك، فاضل نعمل ايه؟ ادوس عليها. يبقى هعمل ايه؟ هقول له والله تعالى يا ابني الكلوز بوب اب اوف زيرو اول اليمنت معاك في الليسته دوت ايه بقى؟ دوت كليك. ببساطه جدا دوس عليها. طب تعالى كده هن ايه، تعال نرن كده ونشوف. بالفعل داس على الاكس والايه والبتاع راحت. يبقى كده عرفنا ايه نتخلص من البوب اب، واستفدنا ازاي نقدر نمسك اليمنت وازاي نقدر ايه ندوس عليه. هنيجي بعد كده هنعرف الكاتيجوريز اللي احنا عايزينها. احنا هنبدا بايه؟ هنعمل لسته اوف كاتيجوريز. احنا قلنا الفرق بين الكاتيجوري بتاع فون تابلت والالكترونكس نفس اليو ار ال، بس ايه بيختلف السلاج. فانا اروح ماسك كده فون تابلت ده مثلا واقول له بص فون تابلت لا وتاني اليمنت الكترونكس، واحط بقى ايه هكذا، حط في الليسته دي كل الكاتيجوريز اللي انت عايز تكراول عليها ماشي. وتعالى وهقول له فور كاتيجوري ان كاتيجوري، لكل كاتيجوري في الكاتيجوريز مثلا برنت ايه برنت، هنعملها بالاف سترنج، قاعدين نطبع الجوميا بيز يو ار ال سلاش اسم الكاتيجوري، فهنعملها بالايه بالاف سترنج، هنعمل تو كيرلي براكتس ونكتب جواها مين الجوميا بيز يو ار ال ماشي، وبعدين سلاش وايه الكاتيجوري. تعالى كده نطبع اهو، اول واحد طبع الجوميا بيز الكاتيجوري فون تابلت، تاني واحد ايه الكترونكس. جميل جدا، يبقى عرفنا ان احنا ايه يبقى عندنا كذا كاتيجوري ونلود عليهم. كل بقى كاتيجوري عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نمسك الكاتيجوري ونكراول البرودكتس اللي جواه. اول حاجه هنمسك ده كله كده ونحطه جوه الاف سترينج دي كلها، ونحطها جوه ايه فاريبل هنسميه كاتيجوري يو ار ال بالشكل ده. وتاني حاجه هنقول له درايفر دوت جيت كاتيجوري يو ار ال، روح على بتاع. انا هعمل بريك بس في الاخر عشان ما يلودش عليهم كلهم حاليا، بس عشان بس التجارب يعني، بس هكتفي ان انا بس ادخل اللوب دي مره واحده واشتغل ماشي. فانا هعمل ايه اهو كده، حرانة دي كده، وبص هنا الاقيه ايه جاب لي اول كاتيجوري اللي هو ايه الفون تابلت. طيب تعالى بقى نمسك الفون تابلت ده ونبص عليه شويه ماشي. ده زي ما انت شايف دي مجموعه الكاتيجوريز، هي عباره كل كاتيجوري لما ادخل على صفحته الاقي مين، الاقي مجموعه ايتمز. قبل ما اشوف الايتمز غالبا الراجل ده بيستخدم باجينيشن. تعال نشوف هو مستخدم باجينيشن ازاي، هو مستخدم باجينيشن نظام صفحات. تعال نفتح صفحه منهم مثلا 2 مثلا، فلاحظ ايه، تعال بص على اليو ار ال بتاع 2 ده، هو نفسه اليو ار ال بتاع الكاتيجوري المعين، بس مزود ايه، مزود باكلاش مثلا كوتشن مارك بيج ايكوال 2. حلو، يبقى انا لو كتبت مثلا غيرت بيج ايكوال 2 مثلا لخمسه مثلا، هي ايه هي برضه هيجيب الصفحه الخامسه. يبقى انا عرفت نظام الباجينيشن، همسك اليو ار ال ده واست الدنيا على نظام ان انا هعمل ايه، انا عايز كل كاتيجوري ادخله الف على اول خمس صفحات ماشي. فانا هعمل فور بيج ان رينج، هعمل فور لوب بتمشي على الصفحات من اول الصفحه الاولى للخمسه، فانا اعمل واحد لحد سته، ان هو سته مش هيدخل عليها، فيدخل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. حلو؟ ماشي؟ وبعدين امسك اقول ايه؟ هقول له
بيج يو ار ال ايكوال مين؟ ايكوال عباره عن الكاتيجوري يو ار ال. ماشي، خلينا نعملها اف سترينج. هقول الكاتيجوري يو ار ال، احنا قلنا ايه؟ ان هو عباره هو نفسه الكاتيجوري يو ار ال فون تابلت، بس هزود عليه الايه الحته دي سلاش بيج ايكوال 5. طبعا 5 دي بقى هيتحط مكانها مين؟ هيتحط مكانها البيج دي. فهعمل كده، بس البيج دي انتجر مش سترينج، فلازم احولها سترينج. اذا بيج يو ار ال كاتيجوري الاول، وبعدين بحط السكيما دي، بس بدلت البيج بايه؟ بسترينج بيج. ماشي، تعال بس هعمل ايه؟ هعمل هاش ده وهطبع البيج يو ار ال اشوف شكلها عامل ازاي قبل ما اجرب عليها. برنت والبيج يو ار ال، فطبع لي ايه؟ بيج 1 2 3 4 5. حلو، انا عايز بقى، مش عايز اجيب الكاتيجوري يو ار ال، انا عايز على طول ادخل على البيج يو ار ال. يعني درايفر جيت دي هشيلها. ماشي، واعمل ايه بقى؟ درايفر دوت جيت البيج يو ار ال، فمره اجيب البيج 1 2 3 4 5. طيب لو انا دلوقتي شغلت الدنيا كده هيعمل ايه؟ هيدخل يجيب كاتيجوري يو ار ال، يمشي بيج بيج ويجيب درايفر دوت جيت. الفور لوب دي هتحصل في اقل من ثانيه، وده هيخليه ان هو يعمل درايفر دوت جيت دي 5 مرات ورا بعض بسرعه. طبعا لو انا بتكلم على 100 صفحه ولا حاجه وعمل ال 100 ريكويست دول في ثانيه، طبعا ممكن السيرفر بتاع جوميا او الويب سايت اللي انا بسكراب عليه يعمل لي بلوك. ماشي، ليه؟ لان هو اعتبره دي دوس اتاك، لان دي دوس اتاك دي من مواصفاته ان يعمل ريكوستات كتيره جدا في وقت قليل. فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز بعد ما اعمل كل درايفر دوت جيت كده، او اعمل يعني اطلب ريكوست، استنى شويه عشان ما يعتبرنيش ان انا بعمل اتاك عليه. فاعمل ايه؟ في وسيله جوه سيلينيوم ان هو تقول له ايه؟ استنى شويه واعمل ويت لعدد من الثواني. وانا استخدمتها بس عملت لي مشاكل يعني احيانا. فانا بصراحه همشي للحل الابسط ان انا استخدم من البايثون نفسه، عنده لايبر اسمها تايم وجواها حاجه اسمها سليب. فانا اعمل فروم تايب امبورت سليب، واجي هنا اقول له ايه بعد درايفر جيت دي، اقول له سمحت سليب مثلا ايه 30 ثانيه. ماشي، خلاص بعد ما يعمل صفحه يمبورت سليب 30 ثانيه وهكذا ويجو اهيد. حلو، طيب دلوقتي بقى ايه؟ عمل درايفر دوت جيت للبيج يو ار ال دي وفتح الصفحه معايا، وبعدين عمل سليب وراح الصفحه اللي بعدها وهكذا. طيب دلوقتي عرفت ان انا ادخل على الصفحه المعينه وجبت البيج بتاعتها، ازاي بقى هسكراب البرودكتس؟ عشان بقى نسكراب البرودكتس ده ان شاء الله اللي هنشوفه في ايه؟ في الدرس الجاي. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.